هنالك جمال وقصص قد لا يرويها الإطار، تكون في خارج الإطار، قصص غير مباشرة. أثر الفيلم ربما حتى عن طريق النقد السينمائي، عن طريق النقاشات، الحوارات اللي يطرحها. فنريد أن نقول أن السينما أكثر من مجرد ما تشاهده، وأن هنالك شيء أعمق. ومنتدى وملتقيات النقد السينمائي سابقا والمؤتمر اليوم هو المنصة المثلى لنقاش هذا الأمر. عندكم حواديت ما تحكتش قبل كده، very simply، وعندكم مواهب عارفة تحكيها، وهنا مرة واحدة راح تطلع حكايات. ده أنا بيديني مؤشر لحاجة أهم، ولازم كسعوديين لازم يعني إيه متهيألي بتفكروا فيها، إزاي بتقدموا نفسكم للعالم، ها، من خلال الفن مش من خلال الإعلام، ها. وده متهيألي نقاش ضخم، وعندكم كل المقومات اللي تخلي ان يبقى عندكم سينما كبيره، سينما فيها الجانب التجاري وفيها جانب الفن، السينما كفن تنوع. كانت امنيتنا ان يكون عندنا صالات سينما فقط، حتى لو ما تنتج السعوديه ولا فيلم. الان ان نخطط ان شاء الله، على حسب ما سمعت وحسب ما اعرف، أنه يوماً ما سننتج، وأنا على ثقة تاماً خلال 10 سنوات القادمة، إذا كان طبعاً في ابتعاث وتدريب وتطوير كوادر وتطوير صناعة، أمتأكد خلال 10 سنوات القادمة سندخل منتجي أفلام سينمائية على مستوى العالم العربي أولاً، ثم عاد إن شاء الله تصير على مستوى أكبر. مكان رائع ولله الحمد. خلال سنوات قليلة فقط منذ تأسيس الهيئات الثقافية، واحدة منها هيئة الأفلام، انتقلنا من مكان أو بلد لا يوجد فيه صناعة سينمائية إلى السوق الأكبر في المنطقة والأكثر تأثيرا. خلال سنة واحدة فقط قمنا مثلا في هيئة الأفلام ببرامج تدريبية لأكثر من 1000 صانع أفلام مستقبلي، أولاد وبنات. قمنا بالعمل على تسهيل البيئة التنظيمية والعمل مع زملاء وطنيين آخرين. بدأنا بنقل الاختصاص من الزملاء في هيئة تنظيم الإعلام، 5 تراخيص بدأنا فيها، والقادم أكثر إن شاء الله. والله حدث رائع ومهم، وفعلا مثل ما ذكر أحد الضيوف، السينما تعكس كثير من الجوانب الخاصة في بيئة المكان اللي منطلقة منه هذه الصناعة.